حلقة يوم السبت عرضنا قضية تحدثت فيها أم الطالبة الطفلة دلع، اللي تحدثت فيها عن إصابة طفلتها بإنفلونزا الخنازير في الوقت اللي صار فيه إنكار لموضوع إنفلونزا الخنازير من قبل الجهات الطبية. واليوم معنا مداخلة من وزارة الصحة لتوضيح الموضوع، ولكن قبل هذه المداخلة عشان نربطكم بأجواء الحلقة خلونا نشوف مقطع من الحلقة السابقة وحديث أم الطفلة عن إصابة طفلتها وكلام المستشفى لها وتقاريرهم حول الإصابة. بالمقابل أعاتب وأطالب بمعاقبة كل من نفى إصابتها رغم وجود التقارير التي أثبتت حمل دلع لهذا الفيروس. بداية الإصابة أخذتها المستشفى أو مستوصف وسط المدينة، تعامل مع حالتها وكأنها إنفلونزا عادية. بعدها أخذتها لمستشفى الأطفال فجر الخميس بعد تشخيصها وأخذ التحاليل. صدمتني الدكتورة بخبر يعني ما كنت أتوقع في يوم من الأيام إن الفيروس هذا يكون في بيت. هذا جزء من حديث والدة الطفلة، حيث أكد لها المستشفى والدكتورة والناس اللي موجودين بعد الكشف الثاني أن بنتها مصابة بإنفلونزا الخنازير. معي على الهاتف الآن الدكتور هاني جوخدار، وهو وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، لإيضاح تفاصيل هذا الموضوع. دكتور هاني حياك الله معنا في أهلا. يا هلا حبيبي، الله يحييك ان شاء الله. وش حقيقة هذا الموضوع؟ الطفلة أصيبت بإنفلونزا الخنازير ولا ما أصيبت؟ مسمى فيروس إنفلونزا الخنازير ألغي تماما، ومع الأسف لا زال بعض الأطباء يستخدم المسمى، ولا زال بعض العامة كثير يستخدموا مسمى إنفلونزا الخنازير. وهو اليوم هو فيروس بشري بحت ينتقل بين الإنسان من إنسان إلى آخر، وليس للخنازير دخل فيه الآن اليوم. حالة دلع كانت يعني أصيبت بالفيروس وأدى إلى التهاب في الرئة عندها، وإن شاء الله صحتها تتحسن وإن شاء الله تتحسن وتخرج. والعزل هو مجرد حماية للمحيط اللي حوالينه، يعني ما في شيء مقيم. طيب ليش كان في تضارب انه دكتور يجي يقول لها انه عندها H1N1 وبعدين يجون مره ثانيه يقولون لا هذه انفلونزا موسميه عاديه؟ يعني ليش كان هذا التضارب موجود؟ لا هو مو تضارب، هو ال H1N1 هو انفلونزا موسميه. ال H1N1 هو الانفلونزا الموسميه نفسه. يعني اللي حصل انه 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 الدكتور اخطا في لفظ انفلونزا الخنازير. نعم، اللي قال لها انفلونزا خنازير هذا مخطئ، لانه الاسم هذا الغي تماما، الغي من منظمه الصحه العالميه وعلى مستوى العالم غير موجوده المسمى هذا لهذه الفصيله من الفيروس، واصبح يسمى H1N1 ويصنف كانفلونزا موسميه عاديه. كانفلونزا موسميه عاديه.